مرات أكو سوالف مع الوزير يجب أن تثبت للتاريخ. ذكر في بداية السقوط الذي حصل، قيل لي أنه أنت التقيت بالسيد السيستاني وكلفك أن تشكل الجيش العراقي. نعم، حقيقة بعد السقوط اللي حدث في العراق والخطأ الكبير اللي وقع بأنه تم حل الجيش، مستودعاته، أسلحته، مخازنه، آلت إلى ضرب العراقيين، وبدأت أدوار كثيرة. ولذلك تم الاتصال بنا في حينها من عندما تم تشكيل مجلس الحكم بالعودة إلى الجيش، وطبعا كنت ترفض. نعم، أنه العودة وتشكيل جيش في 5 محافظات اللي هي محافظات الفرات الأوسط زائدا واسط، وتحديدا في أيار 2003 أو حزيران 2003. ولذلك كان معي زملاء من الضباط، فأرسلت أحدهم إلى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني لأجل أن نأخذ الفتوى الشرعية بالعودة أم لا. حقيقة كان بملخص الإجابة يجب العودة وبناء جيش وشرطة حتى نقدر نحافظ على الأمن ويخرج الاحتلال من البلاد، لأنه عندما نريد أن نخرج الاحتلال يجب أن يكون رجال وطنيين متصدين للحفاظ على أمن وحدود وممتلكات المواطنين.